السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حسين عبد الله عاد إليكم من جديد ليقدم لكم شرحا مفيد. دلوقتي يا شباب أنا هشرح لكم حاجة سريعة كده ومهمة جدا 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 عشان تضيف الاحترافية لموقعكم ومدوناتكم. لو في أي حد فيكم بيبيع منتجات أو خدمات في موقعه أو البلوج بتاعه عن طريق الخدمة اللي انا هشرحها لكم دلوقتي، تقدر تستقبل الدفع عن طريق الكريدت كاردز او الباي بال في موقعكم. طبعا اغلبية اللي هيشوف الفيديو ده مصريين وهيقولوا احنا ما عندناش باي بال، يبقى الموقع ده مش هيفيدنا. لا بالعكس، الموقع ده هيقدم لكم الحل في نقطة استقبال الدفع بالباي بال. انت لما هتشترك في الموقع ده playmas.com، هو كل اللي بيعمله ان هو بيدي لك اكاونت في الموقع ده، تمام؟ فانت بتكريت برودكتس وبتاخد اللينك الخاص بالدفع بتاع المنتج ده وبتحطه في موقعك. اللي عايز يدفع بيدخل، سواء بيختار طريقه الدفع الكريدت كارد او الباي بال، وسواء هو دفع بالطريقه دي او بالطريقه دي، بينزل الفلوس او المبلغ في حسابك في الموقع بليمس، وانت بعد كده بتسحبهم وبتصرفهم سواء بشيك او بالكريدت كارد الخاص ببليمس. طيب هشرح لكم دلوقتي ازاي نشترك في بليمس. انا هشرح لكم على خطوتين، الخطوه الاولى ازاي تشترك، الخطوه الثانيه وهي الاهم ان انت ازاي تكريت برودكت. زي ما انتم شايفين قدامكم ادي بليمس.com، ريجستر ناو، يقول لك بيكام سيلر اول افيلت، قول لا انا هختار سيلر، قول له ريجستر من فوق واضحك عليه. هيطلع صفحه طويله اغلبيه الحاجات المطلوبه فيها حاجات معروفة. هتكتب هنا الايميل ادرس، هنا اسمك، الاسم اللي انت هتدخل بيه، وفضل كلمة واحدة. الباسورد هتكتب الباسورد تاني، لازم الباسورد يكون فيه كاركترز زي كده عشان يبقى صعب ما يتسرقش بسهولة. هنا الكمباني نيم، الويب سايت ادرس، وما تقلقوش هما بيقبلوا اي حاجة. الفيرست نيم واللاست نيم، اسمك الاول والاسم التاني. هنا اكتب العنوان بتاعك واكتبه صح عشان الشيكات لما تتبعت توصل على العنوان ده. تكتب المدينة والرمز البريدي او الرقم البريدي، تختار المدينة اللي انت فيها. هنا بالدفع يعني الخدمة دي بتدعم اغلبية البلاد، فيها ايجيبت. هتكتب رقم التليفون، انت عايز هما بيسألوك عن البيزنس بتاعك، انت بتقبض كل قد ايه. اقول له مثلا احب ان انا ما اقولش، او بقبض اقل من 5000 دولار، اي حاجة مش هتفرق. بس بيقول لك انت بتختار او شغال بطريقه او بسكريبت معين في الاي كوميرس، سيبها فاضيه حتى مش هتفرق، او اكتب اي كلمه، قول له اي اجري، واكتب الحروف اللي قدامك، وبعد كده قول له كرييت ماي اكونت، وبكده انت هتسجل على طول. ما مش بيستغرق وقت في التفعيل، انت على طول اول ما توصل لك الايميل هتضغط عليه اللينك الاكتيفيشن، هياكتف الحساب بتاعك، وبعد كده هتدخل باللوجن. خلاص ده الجزء الاول، هوريكم الجزء الثاني ان انت ازاي تكريت برودكت. دلوقتي يا شباب احنا اكتفنا الحساب بتاعنا، وبتدخل على حسابك في بليمس زي ما انت شايف. هنا انا دخلت على حاجه اسمها نيو برودكت، لقيت ايقونه بيقول لك اضغط عليها، هتضغط عشان تكريت برودكت زي ما انا شرحتكم. دلوقتي ركزوا معايا في الموضوع ده، لان ده اللي هيشرح لكم واهم جزء في الموضوع. هنا بيقولك اكتب برودكت نيم، اكتب اسم المنتج اللي انت عايزه، تمام؟ هتكتب انت whatever كان اسم المنتج، whatever الكود مثلا بتاعه. هنا بيقولك اكتب اللينك بتاعه، تقول ليكن arabicash.com. هنا بترفع انت الايمج بتاعتك في ماي ايمجز، بتدخل عليها بترفع صورة المنتج، صورة صغيرة تقريبا 80x80 بكسل، بترفعها وبعد كده بتختارها، بعد كده بتكمل. اكتب شورت ديسكريبشن عن المنتج، مختصر عن المنتج بتاعك، whatever كان الموضوع. هنا بيقول لك اكتب الديسكريبشن طويل، ماشي ماشي ماشي. هنا بيقول لك حط سعر المنتج اللي انت عايزه، هنا بيقول لك بالدولار وهنا السنتس، وليكن سعر المنتج بتاعنا 40 دولار، ولا لا عشان نضيفها الاحترافية 39 دولار 99 سنت، تمام. هنا بيقول لك اقل كمية للشراء، هنا واحد طبعا، مش لازم تجبر البني ادم انه يدخل اشتراك 3 4، هو واحد، قول له سبميت، يقول لك سوري ماي باد، لازم تضيف ال HTTP، ماشي شكرا، قول له سبميت. ها
هتلاقي طلع لك المنتج وبياناته. في جزئية مهمة لازم تدخل عليها، هو بيقول لك ضفناه فول فيرجن زي ما انتم شايفين. في حاجة لازم تعرفوها جوه المنتج ده، هتيجي عند كلمة فول فيرجن هتضغط عليها، هتدخل هيوريك بقى خواص المنتج نفسه اللي تقدر تعدلها او تعملها وتاخد. واهم من ده كله لينك الدفع، هو ده لينك الدفع اللي انتوا لازم تكون يعني تاخدوه، مش اي لينك تاني. خدوا كوبي وجربوه صفحة تانية. زي ما انتوا شايفين سكيور اوردر بيج، ادي $39.99 اللي احنا اخترناها، وهو بيحولها لك اوتوماتيك بالمصري. تشوف الكميه اللي انت عايزها، هنا بتكتب شويه لو واحد بقى هيدفع مثلا بيكتب شويه البيانات، الكومباني نيم، الفيرست نيم، لاست نيم، ايميل ادريس، الكلام ده كله هيجي لك على الايميل كعمليه الدفع. بعد كده بيكتب الايميل الرقم التليفون بتاعه، هنا بقى بيختار طريقه الدفع اللي هو عايزها، عايز يدفع بالكريدت كارد يكمل، عايز يدفع بالبيبال يكمل، عايز يدفع بالواير ترانسفير، بالتليفون، بالفاكس، الحاجات دي، التشيك، ماني بوكرز كمان، الحاجات دي كلها متاحه، اغلبيتها يعني متاحه في كل البلدان زي الماني بوكرز والبيبال والسكيور اونلاين كريدت كارد، لكن في حاجات متاحه غالبا للامريكان بس زي التليفون، التشيك، الكلام ده كله، وليكن الكريدت كارد، وبيكمل بعد كده يضغط نيكست هيلاقي بيانات الكريدت كارد. ده كده لو واحد جاي يدفع. احنا بقى اللي احنا عملنا او كريتنا البرودكت زي ما انتم شايفين، لو بيقول لك مثلا ده سكريبت مثلا او برنامج عايزه تضيف فيه خواص اضافيه ان هو ده بيشتغل على ويندوز بس او لينكس او الماك او الكلام ده كله، سيبك منها. لو انت هنا عايز تعمل كوبونات خصم بالمنتج ده تضيفها، يعني مثلا بدل ما هو 39.99 سنت، لا هتخليه كوبون معين اسم انت هتكتبه وليكن ديسكاونت، اللي يكتب الاسم ده في حتة الكوبون بدل ما يبقى 39.99 انت هتقول له لا يخصم له $10، هيبقى 29.99. انت بتحدد الكوبونات وكل كوبون بيخصم قد ايه والكلام ده كله. طبعا لو عايز افليت الحتة دي متطورة شوية فانا مش هشرحها دلوقتي عشان ما تتعبكش. فانت كل الفكرة ان انت عرفت ازاي تكريت برودكت وازاي تاخد اللينك. اللينك بتاعك ده بتاخده وبتروح في الموقع بتاعك في الصورة، صورة اوردر ناو او اللي انت عايزه، بتقول له ادفع من هنا. هو لما بيدفع بيجي لك ايميل ببيانات الدفع، وهو دفع كام ودفع امتى وايميله ورقم تليفونه وكل حاجة، انت بتبعت له المنتج بتاعك اللي انت عملته. بس هي دي كانت الفكرة، الموضوع سهل مش صعب، بس فعلا كان فيها شوية حاجات لازم اشرحها لكم. لو حد عنده اي استفسار ياريت يدخل في اكاديمية عربي كاش، يدخل قسم الاسئلة والاستفسارات ويكتب سؤاله وانا ان شاء الله هجاوبه بدون اي تكاليف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.